لازم احكي تاخد دي اسلام احكي يا جماعه. اللي مشاني من النادي الاهلي مش مانويل جوزيه، اللي مشاني من النادي الاهلي يا نهار ازرق الراجل ده يا أنا؟ جماعه ليه انا مالي؟ هو ده السبب، هو وشادي محمد. ليه اشمعنى؟ خلاص اشمعنى؟ انا بذمتك انا مالي. الماتش كان الساعه 3 الظهر. حلو، احنا نمنا الساعه كام يوميها؟ ما اعرفش احنا طبقنا ولا نمنا الساعه. انا مش فاكر اصلا طبعا الاستاذ انا مش فاكر، لسه راجع من الاصابه. خلاص ايوه صح كلامك. فجالي لسه راجع من الاصابه، ما بقالوش اسبوع 10 ايام، والراجل قال له تعالى خد لك ايه ربع في سندوتش. حلو. فطبعا الاستاذ الساعه 3 الظهر الماتش في سهل العاج قبل نهائي، وعايز هو بقى مهم. فروح قال لي، هو الراجل قال لي، قال لي هتلعب واعمل حسابك ان انت هتلعب الماتش كله مانويل قبل الماتش. فانا قلت لهم ايه، الاستاذ محمد والاستاذ شادي محمد. قلت لهم يا جماعه انا هلعب الماتش كله خلاص، عايزين ننام بدري، ابعدوا عني وابعدوا عني عشان ننام بدري. قالوا لي حاضر طبعا من عينين. طول الليل قاعدين عمالين نتفرجوا على التلفزيون، وكانوا بيجيبوا سيديهات كده ونتفرج عليها وبتاع، لغايه الساعه كام نمنا بقى؟ والله مش فاكر انا ساعتها كده، ما انا ما اعرفش. ما هو مش هيلعب، هو حتى لو هيلعب هو كده هيلعب له خمس دقايق. لا طب بس انت بصراحه اسلام، قعدنا ثلاث دقايق الفرقه كلها، بس مش انا لوحدي والله. قعدنا دقيقه، قعدنا 10 دقايق ربع ساعه. اول ربع ساعه جبنا جون، عملت انا جول لفلافيو، كان قبل نهائي اتغلبنا 2-1 الماتش ده. ايوه ايوه 2-1. عملت كويس، طب انت عامل جول، عملت جول بعد ما عملت جول. بقول لك ايه، فاكر عماد النحاس؟ بقول لك بس انت بصراحه يا اسلام، انت كنت بتعمل حاجات غريبه قوي في الملعب. اقسم بالله انت في واحد، انت في واحد رقصك وقام ايه يعني، في واحد جابك كده. طبعا دي بالنسبه لي حاجات يعني حاجه غريبه، حاجه غريبه. فاهم؟ تعبان ما كنتش فانا ايه، واحد قام جايبك بصراحه، واحد قام جايبك كده يعني، خدك كده كده، فانت ايه قمت واقع كده على وشك وكده، فانت كنت واقع على الارض عايز الحق، فالواد ما عايز ياخد الكوره وانت عايز تلحقه، ففجاه لقيتك بتعمل بدماغك كده. اقسم بالله انت كنت بتعمل حاجات غريبه. انت كنت لازم تمشي من هنا. شفتوا بقى، عرفتوا مين اللي خلص عليا. بس اقول لك على حاجه، في اول، طب اقول لك على حاجه، طب انا هحكي لك بقى موقف تاني. فاكر استنى بس، فاكر عماد النحاس ما كان بيجري بعد ربع ساعه، ما كنتش انت لسه جيت، بعد ربع ساعة بنلعب في سهل العاج، ولا واحد في الملعب يا سيد قادر يتحرك. والله العظيم ثلاثة ده بجد مش هزار، اسأله. أيوة. هو قاعد بره عمال يقول لك إيه ده؟ لا لا كان لا طارق لا. السعيد بيلعب باك ليفت. لعبة صعبة قوي والرطوبة بتبقى عالية. كان الساعة 3 الظهر، كنا في رمضان تقريبا. وتركيا. المهم دخلنا، المهم خلصنا الماتش وخلصنا كل حاجة ورجعنا. أنا طلعت، جت الدقيقة الأستاذ هينزل. او نزل قبل ما نطلع، نزلت قبل ما نطلع. والله اسلام انا ما بركزش في الماتشات دي قوي يعني. انت الماتشات دي بالنسبه لك بتيجي وبتعدي، ببقى معتمد على مباراه العوده ان شاء الله. ان شاء الله. سيد ايه يا سيد؟ ساكت، مش متعود عليك كده. لا يعني بص انا اقول لك